الآن مستمعينا الكرام معنا في هذه الدقائق في فقرة فعاليات، ونعتذر طبعا لضيفنا عن التأخير، الأستاذ عثمان الناجم المشرف على المعرض الوطني للتصوير الفوتوغرافي رحلة عدسة بالهيئة الملكية بالجبيل، إدارة الخدمات الاجتماعية. حياكم الله أستاذ عثمان. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيكم ومساء الخير لمستمعين برنامج لقاء المساء. حياك الله. طبعا يعني المعرض الوطني للتصوير الفوتوغرافي اللي اسمه رحلة عدسة هو بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية، فلو تحدثتم عن أهداف هذا المعرض. بكل تأكيد، بداية هو انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تنشيط السياحة والاهتمام بالمواقع التراث الوطني. تنظم الهيئة الملكية بالجبيل المتمثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية المعرض التصوير الفوتوغرافي رحلة عدسة. طبعا هو يأتي ضمن رزنامة احتفالات اليوم الوطني السعودي التي تقيمها الهيئة الملكية بالجبيل. يرتكز أهداف المعرض حقيقة في ثلاث أمور رئيسية. بداية تحقيق رؤية المملكة تحقيق رؤية المملكة 2030 في تنشيط السياحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز المشاركات الوطنية العالم والأثار التاريخية والتطور العمراني في وطننا الغالي. أخيرا اكتشاف عدسة المصور المبدع ونقلها إلى أعين الجمهور. هذا أهم الأهداف بصراحة اللي يرتكز عليها المعرض. جميل. المعرض هل وفر مثلا إمكانية المشاركة للمصورين من خلال يعني لقطات خاصة بهم لكي تكون يعني أمام الجمهور في هذا المعرض؟ بكل تأكيد. طبعا الفكرة اللي هي المعرض يضم مجموعة من الصور متنوعة تشمل أثار ومعالم تاريخية، حرف يدوية شعبية، بإمكان أي مصور يسجل طبعا في عبر رابط التسجيل، وبإمكانه المشاركة واختيار صوره عبر لجنة محترفة. جميل. أبرز الحضور إن شاء الله في هذا المعرض والمشاركين في المعرض اللي أنتم قائمين على إعداده يعني في هذه الفترة. بكل تأكيد، أبد المعرض متاح لجميع زوار مدينة الجبيل الصناعية وسكان مدينة الجبيل الصناعية. مدة المعرض 5 أيام، بداية من يوم الأحد 23 سبتمبر، يستمر لمدة 5 أيام، ونسعد باستقبال الجميع من الساعة 4 حتى 10 مساء. جميل. بالنسبة لصور أستاذ عثمان، يعني أنتوا حرصتوا على أنها تكون شيء مثلا، احنا نعيش الان يعني مناسبة وطنية وهذا المعرض اقيم يعني تماشيا مع هذه المناسبة، هل ستكون لهذه الصور مثلا خلفية تاريخية كي يتعرف مثلا زوار المعرض حول مثلا مواقع تاريخية، اشياء تاريخية تخص المملكة، كون الصورة ايضا من الاشياء التي يعني توثق احيانا بعض المواقف التاريخية وبعض المواقع التاريخية؟ بكل تأكيد، حرصنا في هذا المعرض على إضافة التطور العمراني والتاريخي لمملكتنا الغالية. حرصنا أن يكون ونهتم بإبراز هذه المعالم لأعين الجمهور. جميل. ذكرنا فقط يعني بمتى ستكون إقامة المعرض و الموقع الذي سيقام فيه المعرض، حتى يعني مستمعينا من لهم رغبة مثلا في زيارة المعرض يستطيعون. أبد، معرض رحلة عدسة يقام في مجمع الغاليريا بمدينة الجبيل الصناعية اعتبارا من يوم الأحد 23 سبتمبر، ويستمر مدة 5 أيام من الساعة 4 حتى الساعة 10 مساء. جميل. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المعرض وفي هذه المناسبة العزيزة طبعا على قلوبنا جميعا. الله يسعدك وشكرا لكم. حياك الله. شكرا إذن للأستاذ عثمان الناجم المشرف على المعرض الوطني للتصوير الفوتوغرافي رحلة عدسة بالهيئة الملكية بالجبيل، إدارة الخدمات الاجتماعية. في أمان الله.